أحلى تمشية في وسط البلد مش في شارع طلعت حرب أو قصر النيل، تمشية الجميلة الهادية والرايقة بتكون في مسار حلقتنا النهاردة اللي هو شارع شريف الشهير في وسط البلد الرائعة. تعال معانا في رحلة لشارع شريف وامتداده في شارع نبار. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة في شارع شريف. هنبتدي رحلتنا النهاردة واللي هتكون في واحد من أهم شوارع وسط البلد، واحد من أشهر شوارع مصر على الإطلاق، وهو شارع شريف من شارع الزعيم الوطني الكبير محمد فريد، واللي كان ليه دور مهم في تاريخ مقاومة مصر للاحتلال الإنجليزي. هنفضل ماشيين كده وهندخل من شارع 26 يوليو عشان ندخل شارع شريف من أوله. وزي كل جولاتنا اللي بتكون في وسط البلد دايما بقول لكم أني بكون مستمتع جدا بالجولات دي، وبحب دايما أتمشى في وسط البلد سواء بالليل أو بالنهار. أعتقد أن وسط البلد ليها عندنا كلنا سحر لا يقاوم. بالفعل قدامنا احنا لسه في شارع محمد فريد، والشارع اللي بيمتداد شارع محمد فريد ده هو شارع عماد الدين المشهور جدا في منطقة وسط البلد. الشارع اللي بيقابلنا بالعرض ده هو شارع 26 يوليو اللي هندخل فيه حالا دلوقتي عشان ندخل زي ما قلت لكم شارع شريف من أوله. يمكن شارع 26 يوليو التاريخ ده هو التاريخ اللي خرج فيه الملك فاروق من مصر، وكمان هو التاريخ اللي تم فيه تأميم قناة السويس. شارع 26 يوليو بيبدأ من ورا من تقاطع شارع الجمهورية والامتداد يمكن لغاية مدينة 6 أكتوبر ويعدي معانا محور 26 يوليو. الشارع بيتفرع منه عدد كبير من الشوارع، والشارع ده كان اسمه شارع فؤاد زمان. بيتفرع منه عدد كبير من الشوارع زي شارع محمد فريد اللي كنا فيه، وشارع عماد الدين، وشارع عرابي، وشارع طلعت حرب، وشارع شامبليون، وبيتقاطع معاه شارع الجمهورية، وكمان شارع رمسيس، وقدامنا هو دار القضاء العالي. وداخلين على بداية مسار حلقتنا النهاردة اللي هو هتكون في شارع شريف، وبنلاقي مباشرة في بداية مسار حلقتنا النهاردة ادي حلواني العبد موجود على ايدينا اليمين. احاول ان انا امشي باقل درجة ممكنة من السرعة عشان نتفرج على الشارع ده بشكل كبير. اول ما دخلنا الشارع ده بنحب ان احنا نعرف صاحب الشارع اللي احنا فيه دلوقتي، والراجل ده كان اسمه محمد شريف باشا، وكان سياسي مصري بارز، وكان من اصول تركية، كان رئيس للوزراء في مصر 4 مرات، والراجل ده يعتبر هو اللي اسس النظام، اول نظام دستوري في مصر. وابو شريف باشا كان قاضي قضاة مصر اثناء حكم محمد علي. شارع شريف اللي احنا موجودين فيه فيه عدد كبير جدا من المعالم هنقابلها وهنتكلم عليها طول ما احنا ماشيين في خلال الشارع. الشارع ده كان من زمان اسمه شارع المدابغ، وطول الشارع ده حوالي 800 متر، وبداية شارع شريف موجودة في شارع 26 يوليو، وبيكمل معانا لغاية شارع الرئيس عبد السلام عارف او شارع البستان، وبعدين بيكمل بقى الشارع ده باسم شارع نبار هنتمشى فيه لغاية نهايته. زي ما انتم شايفين بيقابلنا عدد من الشوارع المهمة جدا في وسط البلد، وكان بيقابلنا دلوقتي شارع عدلي، وبنعدي الإشارة، والشارع اللي هيقابلنا بعد كده هو شارع عبد الخالق ثروت. كان شارع شريف معروف انه كان شارع القصور، كان فيه قصر مظلوم اللي ادانا مكانه عدد من العمارات، وكان فيه كمان اول مقر نادي السيارات اللي بقى مكانه بنك اسكندرية. زي ما انتم شايفين بيقابلنا دلوقتي اهو شارع عبد الخالق ثروت، وبعد الشارع ده هيقابلنا مبنى على شمالنا في 27 شارع شريف، وهو مبنى قصر البارون ديجيليون، واللي موجود زي ما بقول لكم في 27 شارع شريف، هو تحفة معمارية في وسط البلد، وبناها بارون اسمه ديجيليون. زي ما انتوا شايفين اهو اللي على شمالنا دلوقتي اللي هو تحتيه محل افترو ده، هو المبنى اللي لسه بكلمكم عليه، واللي مصمم على الطراز الاسلامي، ومليان جواه بقى بالمناظر والوجوه الطبيعية واللي جاية من كل انحاء العالم، والمبنى اصبح من الاثار الاسلامية القبطية. الشارع اللي هيقابلنا بعد شوية صغيرين على يمينه وشمالنا وهو اللي موجود على ناصيته البنك المركزي، واللي بعديه على طول البنك الأهلي، وهو شارع قصر النيل، واللي موجود العمارة اللي على يمينه دلوقتي تعتبر عمارة من العمارات المشهورة جدا في مصر كلها، وهي عمارة الإيموبيليا، واللي كان مكانها قصر كبير جدا وتهد واتبنت مكانه العمارة المشهورة دي، واللي سكن فيها عدد ضخم من الفنانين زي نجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد وأسمهان وكمال الشيخ وعبد العزيز محمود.
هنعدي بقى شارع قصر النيل، وادي البنك المركزي المصري المعلم المشهور جدا اللي موجود في شارع شريف، وبعديه مباشره بيكون على يميننا البنك الاهلي، وادي على شمالنا شارع بنك مصر، ولسه مكملين طريقنا في شارع شريف المشهور جدا في مصر. شارع شريف زي ما كنت بقول لكم في المقدمه، رغم شهرته الكبيره لكنه من الناحيه التجاريه اقل نسبيا من شوارع زي طلعت حرب او قصر النيل او 26 يوليو، وده يمكن يعتبر من نواحي تميزه انك تحب تتمشى في هدوء وجمال شارع شريف اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. لسه مكملين طريقنا في الشارع الجميل ده، وبيقابلنا بقى دلوقتي شارع رشدي باشا اللي لو دخلنا منه يمين كده هنطلع على شارع محمد صبري ابو علم، وشمال كده هنطلع على شارع الجمهوريه، ولو كملناه للاخر هيكون تقاطعه مشارع عبد العزيز. زي ما انتم شايفين ادي ملابس الاهرام موجوده، وادي بيت الرياضه مرزوق موجود على شمالنا دلوقتي، ولسه مكملين طريقنا ببطء جدا في شارع شريف، بيقابلنا شارع عبد اللطيف الصوفاني، وبعد كده التقاطع ده بيكون شارع محمد صبري ابو علم اللي موجود على ناصيته واحده من يعني المباني المشهوره والعريقه جدا في مصر، وهو مبنى وزاره الاوقاف، المبنى اللي افتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني سنه 1899. عدينا شارع محمد صبري ابو علم، ولسه مكملين طريقنا في شارع شريف. زي ما قلت لكم من شويه، الشارع ده كان اسمه شارع المدابغ لان المدابغ كانت موجوده في المكان هنا قبل ما تتنقل للفسطاط جنب سور مجرى العيون سنه 1865 في بدايه تخطيط القاهره الخديويه. يعني كمان كان في اسكندريه في شارع باسم شارع شريف، واللي اتغير اسمه لشارع صلاح سالم بعد الثوره. يمكن كان لينا جوله في الشارع ده في رحلتنا في اسكندريه. ادي زي ما بقول لكم كده الشارع اللي على يميننا وشمالنا ده هو شارع البستان او شارع الرئيس عبد السلام عارف، ومن الجزء ده انتهى شارع شريف، وهنكمل بقى شارع شريف كده باسم تاني وهو شارع نبار. يمكن زي ما بنشوف في معظم رحلاتنا ان في جزء كبير من الشوارع بيكون ليها اسماء مختلفه على طول نفس الامتداد بتاعها، يعني زي شارع محمد فريد اللي كنا بدأنا منه رحلتنا امتداده هو شارع عماد الدين، شارع كتير كده بقى شارع شريف اللي احنا فيه دلوقتي امتداده هو شارع نبار. ويعتبر الـ يعني زي ما بنشوف كده، انا مش عارف السبب في 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 الموضوع ده انه امتدادات الشوارع يكون ليها اكثر من مسمى، ولكن يمكن طبعا عشان يقدروا ان هم يكرموا عدد كبير من الشخصيات اللي اثرت الحياه السياسيه والثقافيه والفنيه والفكريه في مصر، فبيحاولوا ان هم ياخدوا عدد من الشوارع الرئيسيه وبيحاولوا ان هم يدوا امتداداتها اسماء اخرى. على يميننا وشمالنا اهو شارع التحرير، طبعا لو دخلنا يمين هنوصل لميدان التحرير، ولو دخلنا شمال هنوصل لميدان عابدين. لسه بقى مكملين طريقنا في امتداد شارع شريف وهو اللي بقى اسمه دلوقتي شارع نبار. نبار باشا بقى اللي احنا ماشيين في الشارع بتاعه دلوقتي ده كان يعتبر من اكفأ موظف، يعني كان اصله مش مصري، كان من ارمينيا، والشارع بيبدا يعتبر من ميدان باب اللوق، وليه تقاطعات برضه مع عدد كبير من الشوارع هنشوفهم طول ما احنا ماشيين في طريقنا. اول تقاطع هنقابله دلوقتي اهو وهو شارع محمد محمود، طبعا قابلنا الاول تقاطع شارع التحرير وبعدين تاني تقاطع اهو شارع محمد محمود، وهنكمل طريقنا في شارع نبار لغايه يمكن ما نوصل لقرب ميدان السيده زينب. شارع نبار اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي بيخترق مناطق كتير جدا، يعني مزيج كده ما بين الحي الراقي والمتوسط والشعبي، مزيج ما بين القاهرة الخديوية والقاهرة القديمة الجميلة، ما بين وسط البلد ولازوغلي والسيدة زينب، احنا هنقابل في طريقنا كمان ميدان لازوغلي. من أهمية الراجل اللي متسمي على اسمه الشارع هنا، في مدينة كاملة متسمية على اسمه وهي مدينة النبارية الجديدة، والمدينة متسمية على اسم الترعة اللي هي ترعة النبارية اللي متسمية برضو على اسم نبار باشا، ويمكن برضو هي متسمية بالاسم ده لأنها اتشقت في عهد نبار باشا. نبار باشا اتولى رئاسة الوزراء في مصر 3 مرات، وتولى مناصب بقى لا حصر ليها، عشان كده كنا بنقول ان هو يعتبر من أكفأ موظفي مصر. كان مترجم ومدير سكك حديد مصر وناظر الأشغال العمومية، والغريبة انه رغم كل اللغات اللي اتكلمها نبار باشا ما كانش بيتكلم عربي كويس. على يميننا وشمالنا دلوقتي شارع الشيخ ريحان، الشارع ده لو دخلنا منه يمين كده هنوصل لميدان التحرير، ولو دخلنا شمال هنوصل لغاية شارع بورسعيد، وبيكون استكماله بقى سكة راتب باشا الكبير اللي بتدخلنا على عمق حي الحلمية الجديدة. احنا لسه بقى مكملين طريقنا في شارع نبار، وادينا داخلين كده على ميدان من الميادين المشهورة في المنطقة دي،
وعلى يميننا دلوقتي ده طبعا ده كان وزارة الداخلية القديمة اللي اتنقلت للتجمع الخامس، وإدارة عابدين التعليمية موجودة على شمالنا، وبعد كده بنقابل وزارة العدل في يعني زي ما احنا شايفين كده في الميدان المشهور وهو ميدان لازولي. أول ما هندخل كده على ميدان لازولي هنلاقي جنينة عريضة أو دائرية كده، وموجود جواها اللي موجود قدامكم دلوقتي ده هو تمثال لازولي باشا. يمكن كان لينا بعض الرحلات وعدينا على الميدان ده في بعض رحلاتنا، ويمكن الراجل ده كان وزير مالية محمد علي باشا الكبير، وكان برضه رئيس للوزراء في مصر سنة 1808، وفضل رئيس للوزراء 15 سنة. اسمه في الأصل محمد لاز أغلي، ومعناها ابن، يعني ابن لاز، وهو لقب موجود في سكان منطقة البحر الأسود في تركيا. الميدان بيتفرع منه عدد من الشوارع، شارع مجلس الشعب كان يمنا وشمالنا، وشارع نبار اللي احنا فيه دلوقتي، وكمان بيتفرع منه شارع خيرت، وكل اتجاه هيودينا لجزء، شارع مجلس الشعب يودينا لشارع القصر العيني، واستكماله الناحية التانية يودينا لشارع بورسعيد، وشارع نبار ده هيودينا لشارع محمد عز العرب، وشارع خيرت هيودينا لشارع الكومي ومنه لميدان السيدة زينب. ده لسه مكملين طريقنا، وبيقابلنا دلوقتي اهو شارع اسماعيل اباظه على يميننا وشمالنا. وطول ما احنا ماشيين كده بكتب لكم وبوضح لكم المعالم اللي بتقابلنا على يميننا وشمالنا. مدرسه الدواوين موجوده على يميننا اهي، شارع البركه المصريه موجوده على شمالنا، بعد مدرسه الدواوين في مدرسه من المدارس العريقه في مصر وهي مدرسه الخديوي اسماعيل، وبعديها بنقابل شارع محمد عز العرب، وبعد كده بنكمل على شارع نبار، وبندخل بقى من شارع بورسعيد في الاتجاه اللي رايح لحي او ميدان السيده زينب. وبما اننا ماشيين في شارع نبار، فكان في كاتب اسمه شريف عارف كتب رواية عنوانها شارع نبار، واللي بتتكلم عن التاريخ السري لثورة 19، وبتحكي عن شوارع وسط البلد العريقة، ومنها الشارع اللي احنا فيه دلوقتي وهو شارع نبار. ادي بقى بيقابلنا هو شارع محمد عز العرب او شارع المبتدئين على يميننا وشمالنا. طبعا الناس متمسكة بالاسم القديم للشارع وهو شارع المبتدئين. وبيقابلنا كمان شارع مؤسسة دار الهلال، المؤسسة الصحفية العريقة والتاريخية في مصر، وأدينا ماشيين في شارع نبار، وهندخل شمال على شارع بورسعيد اللي هيطلعنا على ميدان السيدة زينب، وهيقابلنا بقى على يميننا هيكون مسجد السيدة زينب التاريخي والعريق. يعني أتمنى إن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.